صباح الفل يا معلم. صباح الخير يا اخوات. صباح الفل. ايه الاخبار؟ كله تمام يا سيدي المعلمين الحمد لله. الف حمد وشكر ليك. السفيرة عزيزة رجعت امبارح ومعاها متعوس الرابع حنا. دول داخلين بحتة زفة ملوكي. فاتتك انت اللقطة دي يا معلم. اخبار انا كنت اشوف الأملة. قول لي اخبار الفرن ايه؟ والله يا معلم الحال نايم. كم صنف اللي عملهم فرن كيداهم كان الجو مننا. طب ما نشوف الاصناف اللي بتعملها كيداهم ايه ونعمل هنا زيها واحسن. طب ما ننزل الاسعار يا معلم ونسحب الرجل علينا. لا مش هي دي الفولة يا فؤاد. كيداهم طول عمرها حظها في رجليها، تحط ايدها في التراب يبقى ذهب. مش هي دي برضه الحب القديم يا معلم؟ يا ريتني ما حبيت ولا تنيلت. ليه انت مش قادر تنساها لغايه دلوقتي؟ تتبلت يا ابني. ده حاجه من قديم الزمن بقى لها فوق من 40 سنه. وبعدين هو يعني اللي خلق كيداهم وما خلقش غيرها؟ امال ليه يا معلم مش راضي تتجوز لغايه دلوقتي؟ بصراحه حكايه كيداهم دي صدت نفسي عن صنف الحريم. وبعدين بيني وبينك ما لقيتش الحرمه اللي تكيفني، اللي تدخل قلب كده من غير لا احم ولا دستور. ايوه يعني ربنا يديك الصحه يا معلم، بس برضه يعني العمر بيجري، عايزين نفرح بيك كده ونشوف لك ولي عهد. ربك يعمل اللي فيه الخير. ماشي يا سيدي المعلمين، اروح اشوف شغل انا بقى. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. نوفل جميل انت. ربنا يخليك. الله عدوي في حاجة؟ لا يا ست كده، بس هو في شغل كتير كنت جاي ادحنا. طيب روح انت هو هيحصلك. مالك؟ وبعدين يا حلال؟ جدع اللي اسمه علوي ده بصراحة بقى مش مرتاح له. ليه بس يا حبيبي؟ ده واد جدع وشايل الحمل عنك. بقول لك ايه؟ أنا راجل دغري ودم حامي. بصراحة ما بحبش الست اللي أنا هتجوزها يفضل واحد باصص لها في الرايحة والجاية. خصوصاً إنك مش أي ست. احنا لازم نشوف له سكة ونمشي من هنا. براحتك يا حبيبي. واد ايه الدوشه اللي هناك؟ مش عارف يا معلم اروح اشوف في ايه. لا استنى انا جاي معاك. يعني ايه يا اخويا الشقه اتاجرت والألفين هي في اللي انا كعاهم راحوا فين؟ بص انت وهو ده انا وديكوا في 60 داهيه، مش انا يا اخويا اللي اتنصب عليا ده العجز. قريبة انت. الله ايه الشبوره اللي انت دخلنا بيها دي؟ يلا يا نصاب يا حرام انت والراجل العره اللي جاي يخطف شقه من مره. بلاش قله ادب وتكلمي كويس. لو انت دافعه 2000 جنيه انا دافع 3 ومش هجيب الشقه دي غير على جثتي بقى كده. طب اتشهد بقى على روحك. يا مين دي يا عم؟ ما تتكلم يا عم. تعال لي بقى. يلا بقى. الله 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 الله، هو في ايه يا عيال؟ تعالى يا معلم. ايه العواد التواب في ايه؟ الله الله الله، ومين اللي كوم الراجل ده ورمى على الرصيف كده؟ انت يا اللي بتسمي، انت ايه اللي حضبك يا بنت عندنا هنا في الحته وتطلعي مين وعايزه ايه؟ وانت مالك انت يا وليه؟ ايه اللي حصل؟ والولو عليك ساعه وسكت وليا؟ لا انت مش عارفه تتكلمي مين يا بنت انت ولا ايه؟ اقفوا معوجه وكلمي عادل اللي اجيبك نصين. ودي مين دي ان شاء الله تطلع مين دي؟ اخلص يا بت، دي المعلمه كيداهم. معلمه عليك انت يا جعير. لا بقى ده انت عايزه تتربي وتعرفي ان الله حق. نشرحها ونخلص يا معلمه. لا اللي زي دي عايزه مره تعرف تربيها وانا اللي هكيفها كويس قوي. انتوا شايفين الراجل ساقع في دمه واقفين بيتفرجوا؟ ما حد يتصل بالاسعاف. لا اجل الاسعاف يا ناطع انت كمان، عشان هشيلهم توينز هي وهو. تمور يا معلمه. انا كمان مش هحط مقامي من مقامك، انا هجيب لك بنتي من بنات يا كريمه. تعالي يا حبيبتي كيفي الوليه دي. ايه ده؟ دي بنتي اللي جت اللي هدبها علينا في حتتنا. وايه جبل المقطم اللي جاي يتدحرج علينا ده يا اختي؟ ما كنتش عامله حسابك. جبل مقطم ايه يا وليه؟ يا دائري يا مكعب داير انت. بسك عليا يا بيت. تعالي ده انا هعرفك دلوقتي مقامك. لا تعالي لي انت بقى يا روح امك. روح امك يا نهار ابوك اسود. انت عملت في البيت ده؟ الله الله يحفظك. ايه اللي عملتيه ده؟ الله يخرب بيت ابوكي. يلا بقى. ايه الحكايه بالظبط؟ ابدا يا سعاده الظابط،
بلاوي بتحدف علينا، البنت دي لازم تحبسوها. اتهجمت علينا في الحتة وضربت الراجل الغلبان زي ما حضرتك شايف كده وعورت بنتي كمان. يا بيضة، هما اللي نصبين وحرامية ونصبوا علي. اخرس ايدك قطع لسانك من اللغلوغ. بلاوي بتتحدف علينا، ان ما ربيتك ما باش انا المعلمة كيداهم. ايه ده؟ انتوا فاكرين نفسكم فين؟ الو، يا سيادة اللواء. لا ابدا، انا في القسم عشان موضوع صغير كده. بنت الشوارعيه لابط كده، جت رمت بلاها علينا في الحته. عورت واد عندي كده غلبان وضربت بنتي كمان. قال ايه؟ عايزه تسكن عندي بالعافيه كده. حاضر، عينيا الاتنين. سياده اللواء بدر سليم عاوز يكلمك. الو، اهلا يا سياده اللواء. اهلا يا باشا. لا يا باشا، لا لا، ده موضوع بسيط وهيخلص على طول ان شاء الله. لا لا، ممكن كلمتين على انفراد يا معلمه؟ قوي قوي يا معلم، اتفضل. مش حرام عليكي تفتري على البنت الغلبانه دي بالناس اللي انت مستويه بيهم؟ ده رايح يا معلم عادل. هو انت معايا ولا معاها ولا ايه حكايتك بالظبط؟ انا لا معاكي ولا معاها، انا مع الحق. الواد الصبي بتاعك راح خد منها القرشين اللي حليتها واجر لها شقه، وبعد كده راح اجر نفس الشقه الراجل تاني، يعني نصب عليها. لا مؤاخذه، ما تقولش نصب دي يا معلم. اخرس يا واد، اما المعلمين يتكلموا انت تخرس خالص. خرسنا يا سيدي. اطمن سعادتك يا فندم. لا 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 لا، تحت امر حضرتك يا باشا. ماشي يا فندم، سلامت الله. اتفضل اتفضل، الف سلامه. اتفضلي يا معلمك يا دام، تقدري تتفضلي انت والرجاله بتوعك واحنا هنعمل اللازم. متشكره يا حضره الضابط. تحت امرك. بالاذن يا معلم. يلا يا رجاله. يلا معلمه، نستاجز احنا. سلام عليكم. الف سلامه. الله 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 الله. يا بيه يا بيه، ده عقد ايجار الشقه هتلاقي تاريخه قبل العقد بتاع الراجل ده. حتى لو كلامك صحيح، تقومي تعملي فيها فتوى وتفتحي دماغ الراجل وتنزلي ضرب في مخاليق ربنا؟ ليه هي سايبه؟ الا بالحق يا واد يا حليمو، انت فعلا نصبت على البت دي؟ يعني كانت كاتبه معاك عقد قبل ما يجي المستاجر الجديد ودفعت لك ثمن الشقه؟ يا معلمه، البت دي حوارات، قعدت تفاصل معايا وخنقتني وفي الاخر دفع الألفين لحلوح بطلوع الروح. انما الراجل التاني ده عسل، حط التلات بكاوي وما فتحش بقه. طب بذمتك انت قد الشقه لمين فيهم؟ يعني عشان خاطر 1000 جنيه تعمل فينا اللي انت عملته ده؟ اتجننت في عقلك ولا ايه؟ تجيب بنت ما تسواش نكله تخلي اللي ما يشتري يتفرج علينا في الحته، واحنا طول عمرنا اسياد الحته؟ ونعرف منين يا معلمه انها هتعمل الشبوره دي كلها؟ طب افرض ما كانش عندنا واسطه، كنا عملنا ايه؟ اتفضل قدامي، حسابي معاك بعدين. يلا اخويا، يلا يا مخفي انت كمان. حضره الضابط، دي بنت غلبانه نصبوا عليها وخدوا الفلوس اللي حلتها. ومين حضرتك بقى ان شاء الله؟ انا المعلم عادة والناشف، ومستعد اراضي الراجل ده واديله التعويض اللي يطلبه ويتنازل عن المحضر. انا متشكره قوي يا معلم، انا مش عارفه اودي بصراحه جمايلك فين. على ايه يا صافية؟ الناس دي بعضيها، وبعدين انت صاحبه حق. هو المعلم عادة وكده، ما يحبش حد يجي على حد ابدا. ربنا يخليه يا رب ويوقف له ولاد الحلال. قول امين. امين يا رب. ان شاء الله. انما قولي لي بقى، انت ناويه تعملي ايه دلوقتي؟ والله يا معلم ما انا عارفه، انا حتى حاجتي وعفشي اللي اترموا في الشارع مش عارفه هما فين دلوقتي. لا ما تقلقيش عليهم، في الحفظ والصون. ازاي يعني؟ انا خليت الرجاله بتوعي يلموه ويحطوه في المخزن، وانا بنفسي هوديهم لك منين ما تحبي، واطلعهم لك لحد البيت وافرشهم بنفسي كمان. ربنا ما يحرمني منكم، انا مش عارفه اودي جمايلكم دي فين. ناويه قولي لي، هو انت منين يا صبحي؟ انا من طنطا، وجيت هنا عشان اكل لقمه عيش. طيب ومالكيش حد هنا؟ لا والله يا معلم، انا مقطوعه من شجره، ابويا مات من زمان وامي حصلته من سنتين. هو انت بتشتغلي ايه اصلا يا صبحي؟ انا زي ما تقول كده بعمل من انساده وبالعجوه، وبعمل بوريك باليانسون وحاجات كتير يعني، وكنت ناوي اعمل فرشه في الحته يعني واقعد ابيع فيها على قدي. الله الله الله، ده انت بقى صاحبه كار زينا. لا يا معلم العفو، وانا ايش وصلني ليك؟ انا يعني كده على قد حالي. طب الكاميرا وصلك. شو يا فؤاد؟ ماشي يا سيدي المعلمين. كبا صافي.